هاي مشاهدينا متابعين بأوتوفوكس مع احدث طرازات الدراجات الناريه، واكيد مع انبو خاطر كنا تعرفنا ابريليا اليوم بياجيو جروب مع مسيو جو سالوتي شورو مانجر لا بياجيو جروب وابريليا تحديدا. هاي جو. هاي جو. طرازات جديده مثل العاده عم اتعرف فيها طبعا. معك واهم شيء نستفيد من خبرتك بعالم الدراجات وشرحك المفصل عن اخر طرازات، لكن قبل قديه مهمه الدراجه الناريه بلبنان؟ خبرنا. يلا اكيد. الدراجة النارية هي الحل لبنان، هي الحل لمشكلة السير بلبنان، وهي الحل لغلاء البنزين بلبنان، خاصة الحل للمواقف والباركينج اللي كلنا بنعاني منها، خصوصا انه النقل المشترك بلبنان بعده لهلا غير منظم. وبما انه لبنان بيتمتع بمناخ معتدل وفينا نسوق الموتو 10 اشهر بالسنة، إذا ما بتعرفوا تسوقوا نحن بنعلمكم بلبنان وبرا كمان، إن كان اون رود أو حتى اوف رود على حلبة الكي تي ام بالباترون، أهم شيء تكونوا لابسين الكاسك، جاكيت والسيفتي جير. فيكن تحصلوا من عند ايام بخاطر على الموتو او سكوتر اللي بتحلموا فيها مع تقسيط لمده 5 سنين بدون دفعه اولى، مع كفاءه لسنتين انليمتد مايلج، مع خدمه 24 ساعه على 24 ساعه ما بعد البيع. بعدين بتشتركوا باكبر موتورسايكل كلوب بلبنان يلي هو الاي ام بي موتورسايكلز كلوب، وبتزوروا معنا على موتوياتكم اجمل المناطق اللبنانيه. ثانك يو جو. صار وقت نتعرف اكثر على الطرازات الحديثه اللي معنا من بياجيو جروب، ونبلش بالجيليرا الدرجه الاكبر اللي هي على 3 دواليب. صحيح. الجيليرا هي عم نحكي بسكوتر 500 سي سي نشطه كثير، اذا ننتبه لللوك تبعها اول شيء لوك اجريسيف. نعم. عم نحكي ببروجيكتورات، دفاع من قدام، السيتنج تبعها كثير ريح. اهم شيء بنحكي فيها للجيليرا هي اللي مشهوره فيه كثير بياجيو جروب هن التري ويلرز. تري ويلز يعني اذا مطلع عندك دولابين من قدام، عم نحكي يعني باثنين فريم من قدام، وعم نحكي باثنين يعني بيستون من قدام، سكيورتي اكثر على على سيفتي اكثر. نعم. 100%. عم نحكي بموتور مثل ما بينحكى عنا للجيليرا، واذا بنقرا الريفيوز تبعها فيك تنيمها كانك عم بتنيم سوبر بايك للجيليرا، بلس انه الموتور اجريسيف وسريعه، يعني حتى اللي طالع جبال على 500 سي سي بيطلع كثير مرتاح حتى لو كانوا شخصين. وعجقة السير مثل ما كمان كنا عم نحكي ليك الدايمنشنز. نعم. الدايمنشنز تبعولها مثل حيلا سكوتر، وبتوقف لحالها، بنحط اجرينا اثنين عليها. صحيح. ومن دون ما نقدر نلقي كل شوي على مش على الطريق ابدا بعجقة السير تحط اجريك، بس تعز بنزين ارجع سكر بنزين. نعم. بنتابع منكفي مع 3 ويلرز. يلا منكفي مع 3 ويلرز. عم بدي احكي اخر شيء عن بيفرلي اللي هي كثير مميزه اليوم معنا، اول مره عم نشوفها باوتو فوكس. 3 ويلرز كمان بنشوف دراجه ثانيه. نعم. سوري، هون عم نحكي ب 300 سي سي، هي ذات عم نحكي كمان 3 ويلرز، بس هون عم نحكي بشكل بزنس اكثر، يعني هون. نعم. بيستخدموها اللي هن البزنس مان او رجال الاعمال. 300 سي سي كافي لقلب بيروت حتى لو طلوع، يعني ما فيها مشكله. بلس اذا بنطلع هون عندك الكوفر تبع الموتو من تحت الكرسي لاخرها بتساعد كثير لاجج، اذا بزنس مان معه اللابتوب معه فايلات كثير. نعم. بتساعد الموتو، واكيد مثل ما قلنا اللوك تبعها بزنس اكثر من الجيليرا. يعني كمان اذا بنحكي وزن لها عليها شيء بالعمليه التوازن ولا لا؟ لانه هي 3 ويلرز، العمليه بتصير منا مهمه كثير مثل الدراجه العاديه، مهمه لانه اوريدي ثابته ومنك مضطر حتى. نعم. تحط اجريك. نعم. وتهديها للموتو، بلس وزنها تقريبا عم نحكي ب 214 كيلو. اوكي. البيفرلي هالسكوتر الكبير اللي بيشبه الموتو تقريبا، حتى الدايمنشن تبع دولاب اكبر من السكوتر العاديه، شو بنحكي عن انا بالنسبه لالي البيفرلي هي اجمل سكوتر شايفها، هي فعلا من اجمل سكوترز عملتهم بياجيو جروب. اذا بننتبه بنطلع بالديزاين، ديزاين التليان المشهورين فيه التليان، طلع بالديزاين تبعها قد ايه فيه ديتيلز، هالويند سكرين من قدام، الدولاب الكبير حتى من قدام، هيدا اللي بخليك تكون اخف على الجوار بكثير وبتكرج اكثر الموتو، حتى عادة اللي بيقعد ورا بيكون عنده باك راست بيتركب. نعم. لباك. نعم. راست، حتى اللي قاعد قدام اذا بتنتبه عنده سندي الظهر. عم نحكي بسكوتر مثل ما شايفينا سكوتر موتو، يعني اذا فينا. نعم. 350 سي سي بلس انه فيها اي بي اس، بلس انه فيها اي اس اري اللي هو الانتي باتيناج، يعني هلا اذا بلاط او مي عم تدعس بنزين بتحسها مثل السيارات بتصير تضوي لك انه ما عم تاخذ بنزين تما تعمل سلايدنج. جو، فيري سبيشال اوفر عم تقدمه هون بخاطر، عرفنا عليه سريعا قبل ما نروح على الاسعار. نعم. الاوفر هون عم نحكي ب 10500 دولار للفيوكو انكلودينج سنتين كفاله انليمتد مايلج، ما في مايلج معين. نعم. على السنتين قد ما مشوا فيها. نعم. عم نحكي ب 7800 دولار على البيفرلي. نعم. اوكي، مع الويند سكرين تبعيتها اكيد، بلس عم نحكي ب 9200 دولار على ال 300، وعاملين سبيشال اوفر هيدي الجمعه اللي عم تحكي عنه
انه مع كل موتو حدا بياخذها من عنده، عنده 3 اورز اذا حدا بيجنر يتعلم السواقه عندنا فور فري. الموتو من عندنا، الكاسك من عندنا، الجاكيت من عندنا، كل شيء من عندنا. مثل العاده اهم العروضات بنا عند بخاطر. شكرا جو. سريعا بس بنذكر معك وين الشوروم. نعم. وبنختم حلقتنا. اكيد مشاهدينا ما تنسوا تزورونا بصلاتنا بجل الديب، نهر الموت، اشرفيه، فردان، صور وشتوره، أو تتصلوا فينا على الأرقام اللي مبينة على كعب الشاشة، أو على بريدنا الإلكتروني www.ambmoto.com، أو على wheelers.com.lb، أو على الفيسبوك بيج تبعيتنا AMB Motorcycles. وهلأ حتى فيكن تعملوا داونلود للAMB Application وتشوفوا كل الموديلات مع كل الأسعار والسبكس، حتى فيكن تحجزوا ريفيزيون أونلاين وكتير قصة صغير. بالختام AMB App فيديو خاص عن هالشي. إلى اللقاء. First mobile app in the automotive field. Your personalized app is friendly, effective, it is smart. Wherever you are, you can find one of our showrooms across the country. Locate it on the map and find our opening hours. In the showroom module, you can find all our vehicles. In one click, you can choose your favorite car and see which color fits you more and choose its specs. You can have a 360 view of the car and even discover its interior. You can also customize your car with any desired accessories, find out its price, and request a test drive. In case of a car incident, you can select the region, choose your insurance, and share your location with them. A towing will be ready. Our maintenance is known to be a 5-star service. You'll be able to check out in simple steps your regular, mechanical, electrical maintenance. In the body repair section, take a picture of the damaged side of the car, your ID, and your driving license, and choose the date and time that suits you. Back on the menu, you'll also find Mechanic, where you can enter your car details and find out when your mechanic is due. If you need to rent a car, you can choose one of any available models at A&B Rental Car. Book it, and here it is, ready to be driven. There are other services available. Pick and choose which coupons you want. Follow A&B Daily News. Check your detailed profile on My Account. The automobile application is available on the Apple Store and on the Android's Google Play.